لو مهتم بجمالها، شياكتها وأناقتها، بأسلوبها، لو مهتم بفكرها ونفسيتها، بتطلعاتها وأسرتها، لو أنت طبيب أو مؤسسة علاجية، ولو أنت مركز تجميل أو أتيلي، أو أنت يهمك جمالها، فمنقول لك الاهتمام ما بيتكلفش. قناة جمالك معنا أحلى هتوصلك ليهم وتوصلهم بيك على جميع مواقع السوشيال ميديا وبأعلى التقنيات وأحدث الأساليب الدعائية مع نخبة من الإعلاميين المتخصصين. جمالك معانا أحلى قناة متكاملة على اليوتيوب بتقرب لكم جاي.